أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا عملت بالسنة في هذا الوقت ومشيت في الشارع حافياً ينكر علي بعض الناس، فما هو الرد عليهم؟ وهل أترك هذه السنة بسبب هذا الإنكار والاستغراب؟ إيه نعم، إذا كان فيه استغراب واستنكار اتركه، اتركه علشان ما يصير فيه إساءة ظن أو يكون فيه مشاجرة. هذا إذا كان ما فيه إثارة شيء ولا إثارة جدال تمشي، أما إذا كان فيه إثارة جدال واستغراب اتركه. نعم.